محاضرتنا اليوم هي الأمدالز لو. أمدالز لو طبعا بالمحاضرة السابقة تعرفنا على ثريد وتعرفنا على تطبيقات الثريد بالمالتي ثريدينج وعلى البيئة اللي تشتغل عليها اللي هي المالتي كور. تعرفنا على بعض المواصفات وفي يعني بطريق المالتي ثريدنج قلنا نحتاج ان يكون عندنا هاردوير اللي ممكن نستفاد من عنده هذا الهاردوير. حتى شو يسوي لنا هذا الهاردوير؟ ينفذ لنا السوفت وير اللي موجود عندنا، يعني يكون مساعد لي حتى ينفذ لي السوفت وير عندي. فاذا صار عندي شنو؟ كنا سوفت وير ثريد، صار عندنا هاردوير ثريد. اوكي، صار عندنا هاردوير ثريد حتى ينفذ لي هذه الثريد اللي هي بالشكل السوفت وير. اوكي، بالنتيجه صار عندي انه اني عندي مالتي ثريدنج تشتغل على المالتي كور. يعني شغلنا شنو صار هسه؟ اذا صار عندي مالتي ثريدنج صار شغلنا يسموه المتوازي، راح يصير عندنا ان بارلل. واضحه يا شباب؟ يعني تتحول شغلي الى البارلل. هذا الامدلز لو، هذا القانون اللي عندي يريد يشوف شلون انا افحص السبيد اب، يعني سرعه السيستم عن طريق تنفيذ البرامج. هاي البرامج جزء من عندها يتنفذ ان سيريال وجزء يتنفذ عندها شنو؟ ان بارلل. اوكي يا شباب، لاحظ هنا راح ناخذ مثال حتى نشوف شلون هذا الامر يتنفذ. طلعت عندكم الصورة، قاعد تشوفون الصورة هاي الشاشة البيضة اللي هي مثل السبورة. ها شباب، طلعت تمام. هسه شنو عندي؟ خل نضرب مثال. احنا ضربنا المثال سابقا انه انا عندي مثلا على سبيل المثال زيت تساوي اكس بلس واي. اوكي، طبعا مثلناها بذيك المحاضرة، بيناها زين انه هاي الزيت هي عبارة عن مصفوفة. زين، لا بأس نعيد، احنا بيناها بذيك المحاضرة. هاي الزيت 1، زيت 2، نشوف من دخل هسه حاليا. اوكي، ارجع زد 1 زد 2 هاي زد 3 وزد 4. شي قابل هنا عندي مصفوفة بالنسبة للاكس اكس اكس اكس، وعدي الواي مصفوفة بالنسبة للواي. واي. اوكي، شفتوا هاي الصورة امامكم بالنسبة للواي. اوكي، هذه بالنسبة للواي. طبعا كل واحدة هاي 1 تقابلها 1، هاي 2 تقابلها 2 هذه هنا، و 3 ب 3 هاي 4. اوكي، هذا بيناه بالمحاضرة السابقة انه اذا اريد اني اجمع هذه الفاليو، هاي الفاليو زائد هاي الفاليو اذا بواحد ثانية، وهاي الفاليو اللي بعدها بواحد ثانية، وهاي الفاليو اللي بعدها زين بهذه بواحد ثانية، وهذه اللي بعدها بواحد ثانية. وين راح تروح عندني؟ الاكس 1 زائد واي 1 وين راح تروح؟ تروح بالزت 1. والاكس 2 زائد واي 2 وين تروح؟ تروح بالزت 2. اذا كل وحدة تاخذ ثانية ايش قد المجموع؟ ايش قد المجموع؟ اذا كل وحدة تاخذ ثانية ايش قد المجموع؟
ها شباب. أربعة أستاذ مو ثواني. 4 ثواني، أحسنت. 4 ثواني، راح نحتاج 4 ثواني حتى يتنفذ الموضوع. إذا عندي أني بروسيسر بي 4 كور، وكل وحدة من عندن شنو؟ كل عملية راحت الكور بنفس الوقت، صار عندي كل وحدة راح تاخذ ثانية، ايش قد المجموع راح يصير عندي بالنتيجة؟ من اللي اجمع ايش قد راح يصير عندي؟ كم ثانية راح اصير اذا عندي 4 كور، وراح اوزع كل عملية لمن؟ راح اوزع كل عملية، هذه مثلا وين تروح؟ للكور الاول، هذه تروح وين؟ الكور الثاني، هذه تروح للكور الثالث. نعم ثاني واحدة راح يصير إذا أربعة كور. مو احسنت، راح تصير عندي شنو؟ راح تصير عندي ثانية واحدة، لان كلهن شنو؟ نعم ثانية واحدة راح يصير اسمعت، ثانية واحدة. اسمعت احد قال 4 ثواني، مو شي؟ حتى نوضح انا، حتى افهم انه اللي واضحة عنده. بالمرحلة الاولى اذا كان عندي 1 كور، ايش راح يصير؟ الاول يجمع مع الاكس 1 تجمع مع الواي 1 تاخذ ثانية، بعدين اكس 2 واي الواي 2 ثانية اثنين، اكس 3 ويا واي 3 3 ثواني، اكس 4 ويا واي 4 4 ثواني. لكن اذا عندي سيستم بي 4 كور واوزعهن كلهن بنفس الوقت، راح يصير ايش قد؟ راح اختصر الوقت لمن؟ احنا نقول تقريبا، ما نقول هو بالضبط، لكن خل نمثل انه كل واحد راح يتنفذن كلهن بنفس الوقت، ايش راح يصير عندي؟ راح ياخذ عملية واحد ثانية. هذا شنو هذا اللي عندي؟ هذا اللي راح ننفذ هذا العملية ان بارلل. واضحة يا شباب؟ هاي العملية امبرال. هذه أبسط مثال، أبسط مثال للبرال إذا كانت بهالشكل. وضحت يا شباب هذه؟ حتى أنتقل للمثال شوي أعقد من هذا. زين؟ واضح يا شباب؟ واضح أستاذ، واضح. أوكي. هذا في حال إذا بهالشكل هاي المعادلة. زين، اذا خلينا نعقد المعادله شويه، نقول زيت، او خلينا نغير هذا اللون، نقول زيت اللي هي نفسها مصفوفه ايش تساوي؟ تساوي اكس ملتبلاي باي واي. زين زين، هسه نقدر ننفذ امبر هاي اكس ملتبلاي باي واي لون ما نقدر؟ شو تقولون؟ اكس مضروب في الواي، شو تقولون؟ مثل ذيش الحالة اللي بعملية الجمع يصير تصير بعملية الضرب لو لا؟ أعتقد أستاذ يصير، بس يصير شوي معين يصير. الصير تمام، لأن احنا نوزع، صحيح راح يصير بها ضرب، وصير بها يصير بها ضرب، يصير بها عمليات جمع بعدين، أوكي؟ هو هذا المطلوب، فراح يصير بها عملية ضرب، تمام؟ راح نقدر نطبق عليها. راح نقدر نطبق عليها البارل مثل ذيك الحاله، اوكي؟ بس شنو راح تتبعها بعمليات شنو؟ عمليات جمع. نضيف الى بعد عمليه ثانيه زائدا شنو؟ زائدا زد. هنا ايش راح يصير؟ مين يقدر يقول لي؟ نقدر بعد ننفذ بارل لو ما يصير؟ لو ما نقدر؟ شو تقولون؟ شو تقولون؟ نقدر ننفذ بارل بهالحاله؟ حسب المثال اللي أخذناه. ها شباب، تسمعوني لو لا؟ اوكي. ها شباب، بعد منو عنده رأي ثاني؟ رأي ثاني بالموضوع، من يقول؟ من عنده رأي ثاني؟ يعني هاي البارل هسه احنا من بالحالة الأولى قلنا في اكس ملتبلاي باي واي ممكن ننفذها بارل، بس بهاي الحالة إذا نضاف لي زد هنا شنو؟ نقدر ننفذ بارل لو لا؟ واضح، هذه شغلات أساسية ماثماتكس أيضا موجودة عندكم بالحاسبات. شباب عادي، لا تستحقون رأيك، ماكو مشكلة، حتى نفتهم الموضوع أكثر، فلا تستحي عادي. شنو شد من يقدر يقول لي؟ دكتور بس نعم،
ها بعد محمد العداري، علي عباس طفي الكاميرا لأن حتى توصلك الإشارة أوضح، يعني طفي الكاميرا ما تحتاج الكاميرا. دكتور نعم ها شباب، بعد اكو احد عنده جواب؟ اذا اسويه بهالشكل اكس في واي بلس زد، هذا ممكن انه احنا قلنا ننفذه بارلل ولا شو تقولون؟ اي يصير دكتور، يصير شلون يصير؟ شلون يصير بارلل؟ احنا قلنا واي دي بالحالة الأولى اكس بلس واي صارت مثل ما راوينكم، واي نفذ الاكس واي الواي اي بعدين نضيف لها الزد. ها لطالما، بس انتبهوا عليه يا شباب، انتبهوا عليه رجاء. هو من جاوبني؟ محمد العذاري مو؟ محمد جاوبتني انت؟ نعم دكتور. نعم شباب انتبهوا عليه، جواب محمد شو يقول؟ يقول نفذ الاكس في الواي بعدين شو ننفذ؟ زائدا الزد، صحيح، بس هذه العملية ما طول قلت بعدين ننفذ، صار عندي صار لا، رجعنا لعملية متسلسلة، واضح يا شباب؟ فالعملية الأولى اللي صارت ممكن أنه ننفذها in parallel بالحالة الأولى إذا كانت ما موجودة الزيت، زين؟ لكن بوجود الزيت اضطريت أنه تتجه، شو تسوي؟ تتجه أنه صحيح تشتغل برا، لكن تنتظر، لأن هذا زائدا زيت، لاحظ الزيت هنا، الزيت هنا، الزيت ضرورية، ليش؟ لأن الزيت راح تنتظر نتيجته، لأنه راح ترجع مرة ثانية قيمة الزيت، لأن بالحالة الأولى الزيت كذا قيمته، من تسوي مرة ثانية بعد الزيت ايش بيها؟ تنتظر الفاليو مالته. فهنا ايش راح يصير؟ هذا الجزء راح يكون ممكن يتنفذ بارلل، وهذا الجزء صار عندنا سيريال، واضحة يا شباب؟ هاي واضحة؟ رجاء وضحت الفكرة؟ يعني ملخص كلامنا انه بعض الاوقات او كل التاسك اللي عندنا تصير عادة بالبرمجة ما نقدر كلها ننفذها بشكل بارل، زين؟ اذا صارت المعادلة تعقدت ممكن جزء من عندها يكون بارل، وخصوصا اذا كان عندي بروسيسر واحد اللي هو بي اي ال يو وحدة، اريثمتيك لوجيك يونت وحدة اللي احنا شارحيه هذا مسبقا، ما نقدر ننفذ كل شيء بارلل، نقدر ننفذ جزء من عده بالمالتي كور، الجزء الثاني ايش راح يصير عندنا جزء سيريال. وضحت هاي يا شباب؟ حتى هذه كانت مقدمه حتى ادخل على ذاك القانون. وضحت رجاء؟ اوكي اكو سؤال رجاء حتى نكمل المحاضره. هسه احنا مو مشكلتنا تمام، صار معلوم. المهم عندي اني، المهم عندي مو عندي مهم الأولوية، المهم عندي بالموضوع شنو عندي؟ انه العملية ما قدرنا ننفذها كما بالحالة الأولى نفذناها بشكل بارل بنفس الوقت. شلون لو نرجع الحالة الأولى هذه؟ هسه لاحظ هاي الصورة اللي أمامنا وياي شوي انتبهوا عليها، هاي الصورة امامنا كلهن ايش قد قدرنا ننفذهن؟ كلهن ننفذهن بنفس الوقت، ما عندنا مشكله. صارت عندي خصوصا بعمليه الجمع، عمليه الضرب شويه ايضا يدخل بيها سيريال ترى، بس احنا خلينا نفرضها تمشي، يعني خلينا نكون واضحين، يعني تقنيا عمليه الضرب ليش؟ لان بها ضرب وبعدين بها عمليه جمع، زين؟ خلينا نقول تمشي هسه بارلل، فالحاله هاي مثلا سهل، الحاله الاولى عندنا هاي الضرب كله شنو؟ صار الضرب بنفس الوقت، والناتج وين صار؟ راح كله بالزت بنفس الوقت، زين؟ ال بالحالة الثانية، بهاي الحالة الثانية، هاي الحالة الثانية اللي أمامنا لو نشوفها، هاي لا بعد ما صار، ما نقدر. إذا الإكس في الواي صارت بارلل، صارت عندي الزت اضطرينا ننتظر، فطالما ظلينا ننتظر ما صارت العملية بارلل، فتنفذت أول مرة هسه بالأولوية أو غير الأولوية، طبعا اكيد راح تصير اولويه هنا مثل ما قلتي، زين؟ فراح تصير عندنا اولويه، لازم نكمل الضرب، زين؟ وبهاي العمليه لان زد راح ننتظر جزء غير داله، اذا كانت دبليو ننتظر قيمه الدبليو، زين؟ ممكن تجي الدبليو قبل هاي عمليه الضرب، يعني الاولويه ممكن تنفذ هنا، اولويه موجوده ليش؟ لان عندي زد نعتمد على قيمتها،
فلازم ننتظر. بس مثلا لو كانت هنا نفس هاي زائدا مثلا دبليو، اوكي، ممكن تجي قيمة الدبليو معزولة ما لها علاقة، تجي قبل هاي، قبل نتائج هاي العملية، فماكو مشكلة. بس الفكرة وين؟ انه يعني بغض النظر اولوي او لا، راح يصير يعني لازم عدي جزء يتنفذ بشكل بارل، والجزء الثاني شي يكون؟ يكون عدي بشكل سيريال، اوكي. يعني المجموع هذا الجزء بارل، المجموع كله صار سيريال، فمعنى البارل انه كله يتنفذ بنفس الوقت. لطالما صار قسم الوقت صار عدي شنو؟ عدي صار سيريال. فالعملية الأولى هذه تنفذت بشكل بارلل اللي هي هاي، أوكي، بس العملية الكلية صار بيها تنفذت بشكل سيريال. ليش؟ انتظرنا الناتج هذا الأول زائد الناتج الثاني، فصارت العملية إلى جزئين، جزء بارلل اللي هو هذا الأول والجزء الأخير سيريال. واضح؟ صار معلوم هنا شباب؟ صار معلوم؟ رجاء اللي عنده سؤال لي يستحي يسأل، اوكي، واللي يستحي خلي يكتب بالتعليق. تمام، وضح سؤالك. هو انا جاي اضرب المثال هنا، المثال اللي جاي اضربه انا هنا، اوكي تمام. المثال اللي جاي اضربه هذا مثال مبسط، هي اصلا العمليات كلها معقده، فاحنا المثال اللي ضربنا انه ممكن جزء من عده يكون بارلل، تمام، يصير بارلل، هو هذا المثال جاي اضرب. والجزء الاخر شي يكون عدي؟ النتيجه كلها يصير سيريال. فعندنا جزئين، جزء ممكن يعني يصير بارلل، والجزء الثاني جزء يبقى سيريال. انا هاي الفكره اللي، والا هو بالنتيجه تصير كلش معقده المعادلات من تريد تنفذها الحاسب. بعد اكو سؤال؟ اكو سؤال؟ رجاء حتى اذا ماكو نوضح هذا، نوضح هذا القانون. يلا تمام، عادي اللي ما قلنا، اللي يعني حتى ما يقدر يسولف عدة يكتب هنا التعليق هذا حتى اشوفه. زين مالتكم، ما شاء الله داخلين خوش عدد الطلاب. زين القانون هذا شي يريد يقول؟ القانون، خلينا نرجع للقانون بعد ذيك المقدمة اللي أخذناها، خلينا نفتهم هذا القانون. هذا القانون شو يريد يقول؟ هذا القانون يا شباب يريد يحسب لنا إيش قد سرعت عندنا العملية، يعني اسمه سبيد أب، سبيد أب سيستم. طبعا هذا قانون كلش عالمي، ينفذ على الحاسبة الوحدة اللي بيها مالتي كور، وينفذ على مادة المواضيع البارال بروسينج، يعني إذا كان عندي أكثر من حاسبات وتريد تنفذ عملية واحدة، نفذ بالديستريبيوت سيستم إن شاء الله. إذا طيبين بالفصل الثاني عندكم مادة ديستريبيوت سيستم، وينفذ على الانترنت، وينفذ على الكلاود كومبيوتينج، يعني ذي المواد كلهن تلقى هذا القانون. يعني هذا القانون، فالقانون مهم حتى يحسب لك شنو الفائدة إذا زودت، خليت 10 حاسبات، خليت 20 حاسبة، هذني شلون نقدر نحسب تسريعنا للعمليات. وضح أهميته.